صباح الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير. حنان ترك وهي ترتدي لبس الفلسطينيين. حنان ترك تثير الجدل مرة أخرى بعد تصريحات لها بشأن المسيحيين. أثارت الفنانة حنان ترك الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد تداول تصريحات لها عن الأقباط المسيحيين هم أهل ذمة، وأن المسيح لا يصلح للرئاسة في دولة مسلمة. وقالت حنان ترك في تصريحات لها مع الإعلامي عمرو الليسي. ماذا قالت هذه الفنانة؟ هذه الفنانة التي يحترمها الجميع، ولكن لماذا قالت عن ذلك؟ ولماذا قالت عن المسيحيين أنهم لا يصلحون للرئاسة؟ قالت الفنانة حنان ترك مع الإعلامي عمرو الليسي ابن الليسي المعروفة سمعته، ونحن نعرف كل ما كان يفعله الليسي في عهد مبارك. المسيحي في رقبتنا وفي ذمتنا، وتولى المسيحي الرئاسة في دولة إسلامية للرئاسة لا يصلح أبدا. ونالت التصريحات العديد من التعليقات الغاضبة من رواد الفيسبوك، كما قالت منى عامر الإعلامية بالتلفزيون المصري عبر حسابها: اختشوا على دمكم وفاخروا بمصريتكم وعلمائهم الذين نتحدث عنهم في الدنيا، هم المصريون الحقيقيون، أصل مصر وملح أرضها. فيما كانت هناك تعليقات أخرى، فقال حساب يدعى جابر: لا أعتقد أن في حادثها تطرف، فهي لم تسيء إلى المسيحيين، وما قالته مجرد وجهة نظر، أنا مسيحي أؤيدها. من الصعب أن يتربع مسيحي في مجتمع إسلامي كمصر على رئاسة الجمهورية في هذا الوقت. الكلام الكثير والجدير، لماذا؟ أيضا نعود لحنان ترك عن تصريحها: المسيحيين ذميين، اقرأ شيء من التاريخ واعرف. علقت الكاتبة فاطمة نعود. ماذا علقت فاطمة نعود؟ قالت على قول الفنانة المعتزلة حنان ترك بأن المسيحيين يعيشون في ذمة المسلمين، وقولها: عزيزتي مدام حنان، أعلم يقينا أنك لا تقصدين الإساءة، ولكن مصطلح الذمية له أصل تاريخي لم يعد موجودا الآن في ظل قوانين الدولة المدنية التي أضحت عليها مصر منذ تولي محمد علي بيك حكم مصر. وأضافت في تدوينة قصيرة عبر حسابها الشخصي بالفيسبوك: انظري إلى الصورة المرهقة وتأملي، هل ترين أن عقولا بحجم من ترين في هذه الصورة في ذمة حضرتك وحضرتي؟ يعني عقل حضرتك له الولاية على تلك العقول الجبارة من الأطباء والمفكرين وصناع الاقتصاد في بلدك التي تأكلين فيها وتشربين دون أن تقدمي لمصر شيئا من علم أو دعم أو فكر؟ وقالت: هل لجلالتك ولاية على السير مجد يعقوب الذي انحنى العالم بأسره أمام علمه وخلقه وإنسانيته؟ هل العظيم مكرم عبيد المفكر الاقتصادي ورجل الدولة الخالد في ذمة حضرتك؟ هل البروفيسور فتحي فوزي طبيب العيون الأشهر الذي يعالج عيون الفقراء فيرد لهم نور البصر دون مقابل ثم يمنحهم ثمن الدواء والطعام لك عليه ولاية وذمة؟ هل المفكر الطبيب وسيم السيسي الذي علم أجيالا ما يجهلون من تاريخ المصريات الأعظم يدخل تحت عباءة ذمة جناب حضرتك؟ وقالت أيضا نعود: أولئك العظماء من أهرامات مصر وغيرهم الملايين ممن قدموا لمصر ما لن تجدي الوقت لمجرد قراءته في كتاب، هم أصحاب بلد أصليين يا عزيزتي الفنانة المعتزلة.
التي ظننت أن حسن الإيمان أو حسن الإيمان حجاب فوق الرأس، بينما حسن الإيمان هو التهذيب والأخلاق، وحسن الإدراك بمن يصنع ومن يستهلك، من يفكر ومن يبلطح، من ينصر على الناس المسات العلم وجواهر الخير، ومن لا يعرف كيف يكتب اسمه دون أخطاء، ثم يقول أنا الأعلى وهو الأدنى والأفقر. أولئك العلماء المسيحيون هم اليد العليا بعلمهم وأخلاقهم ووطنيتهم وما يقدمون للناس من فضل وخير وإحسان، ومن يستفيدون من علمهم مثلك ومثلي ومثل الملايين المصريين من فقراء المصريين، فإنما يجب علينا أن نعرف قدرهم ونحن ننحني أيضا لهم في لعلمهم وليس لشخصهم، ونحن الجباه أمام علمهم وفضلهم. واختتمت قائلا: العزيزة حنان ترك، أدعوك أن تقرأي شيئا من تاريخ بلدك، وأن تقرأي شيئا عن معنى الذمية تاريخيا، وعن معنى المواطنة في كل دساتير العالم، وأن تقرأي دستور مصر، وأن تقرأي كتاب الأخلاق، ثم اقرأي شيئا من تاريخ وسيرة هؤلاء يا صاحبة الذمة. عزيزتي لن تقدري ولن تستطيعي، لأنك لم تقرأي كتابا واحدا أبدا أبدا أبدا. أيضا الأخت صحر جعارة: ولم أفهم من كلامها شيئا، سيدة القرب دفعت من كرامتها، نعم من كرامتها، كبرياءها، لم أفهم معنى كلمة كبرياءها، ثمن مشاركة المسيحيين في ثورة 30 يونيو، فهي دليل إدانة على مجتمع الخرس. أكدت الكاتبة صحر الجعارة أن الحكم ببراءة المتهمين في قضية تعرية سيدة القرن هو ثمن مشاركة المسيحيين في ثورة 30 يونيو، والتي دفعت هذه السيدة من كرامتها وكرامتها، وأيضا دفعها الأقباط المسيحيين من خلال حرق الكنائس واختيال القساوسة وتهجير المسيحيين. وقالت الجعارة: سيدة القرم دفعت من كرامتها وكبريائها، لم تقصد الكبرياء لأنها لم تكن متكبرة، ثمن مشاركتها ومشاركة المسيحيين في ثورة 30 يونيو، وجسدت علامات القهر وجهها حرق الكنائس واختيال القساوسة وتهجير المسيحيين من العريش، واختطاف الطفل شنودة من أحضان أبويه، وتكفير الأقباط من المنابر الدينية، وسلسلة ممارسات نفي الآخر، والاستعلاء الديني. سوف تبقى سيدة القرن دليل إدانة على مجتمع الخرس، والتواطؤ مع المتطرفين والتكفيريين، رغم البراءة، رغم الصمت الجبان على ذكر اسمها. عاشت يا أمي مرفوعة الرأس، وعلى جبينك وصليبك، ولتنحي حياة الجبناء. كل الشكر وكل التقدير لكل من حاول توضيح الأمور، كل الشكر لقناة الملكة والأمير، القناة التي تعشق جمهورها، وأؤكد بكل الوسائل أننا قناة مسيحية، ونقول باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد. كل من يشكك أنني مسيحي أقول أشهد أن ربي وإلهي يسوع المسيح، نعم أنا مسيحي، أنا مسيحي. كل من يحاول بقنوات متطرفة أن يكذب بقناتنا، إلا أن هذه القناة التي تثبت وتأتي بكل ما هو جديد وبأخبار تليق بمسيحيتنا. كل الشكر وكل الحب والتقدير، وصلتنا إلى الأب البطريرك الحبيب البابا تودروس، بابا تودروس بابا بطريرك الكرازة المرقسية، ونصلي من أجل رئيسنا المحبوب عبد الفتاح السيسي، ونطلب من الله أن يرفع عنا الغلاء والوباء. وكل الشكر والحب والتقدير لكم. سلام الرب ويسوع المسيح يكون معكم.